واضرب الطعامية، اضرب الطعامية في سجون الرجعية، في سجون الرجعية. حركة باغي نعيش هي خرجت على أساس هي مجموعة ديال الجمعيات من مدينة آسفي اللي طالهم تهميش والبطالة ومعاناة ديال الشباب، مجموعة ديال الشباب وفي جميع القطاعات على مستوى المدينة فيها مجموعة ديال سميتو باش يستافدوا الناس، باش يستافدوا الشباب، ولكن ما كيستافدوش. كاين الطاقة، كاين لو سي بي، كل هاد الأشياء كلها الشباب ديال آسفي ما كيستافدوا منها الناس اللي برا. كيطالنا التهميش على مستوى الحوارات، على مستوى العماله، ما كتستقبلناش نهائيا. كنمشوا على اساس الحوارات، كيستقبلونا بالمخازنيه نهائيا، ما كاينش لا حوارات لا حتى حاجه. فيما يخص مبادره، كنا كنستناو المبادره. المبادره دابا حتى هي طالها السن، واش الناس الشباب 34 سنه؟ كاينين الناس اللي عندهم شباب دابا، وكاين واحد الوقفه ديال التوظيف طال تقريبا شي 10 سنين، دابا ما كاين لا توظيف لا والو. يعني الناس كانوا معطلين في الجمعيات، طالهم تهميش، طالتهم يعني سرقهم العمر بسببهم هما. والان دابا هذه المبادره اللي كنا بانين عليها ان نستافدوا منها، حتى هي حددوا فيها السن 34 سنه، ما يمكنش بزاف ديال الناس تقصوا من 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 الجمعيات. وهذا الشيء اليوم خرجنا باش نسمعوا صوتنا للمسؤولين. شنو الامور اللي كطالبوا بها؟ ما كاينش حوارات على المسؤولين نهائيا، ما كيعطوناش، ما عندناش واحد الفرصه ان نتحاوروا معاهم، نعرفوا شنو كاين القطاعات اللي كاين باش نستافدوا منهم، ما كاينش نهائيا. يعني سادين علينا باب الحوارات، سادين علينا اي باب كتوجه كنمشوا ليه كنلقاوه مقفول. المسؤولين لا مسؤولين في هذه المدينه ديال اسفي، اسفي مهجوره، ما كاين لا مسؤولين لا حتى حاجه. ديمنا حنا مجموعه من المعطلين، ديمنا اطارات معطله بمدينه اسفي. كناكدوا على خروج ديالنا في هذه الحركه اللي صفينا ضمنها، اللي هي حركه باغي نعيش، هي حركه من ولاد الشعب، مطالبهم اجتماعيه محضه. كيعانوا من التهميش، كيعانوا من الحقره، كيعانوا من الاقصاء، كيطالبوا انه بحلول جذريه لمشاكلهم الاجتماعيه. هاد اغلبهم معطلين، سواء كلي منفردين او انهم كيكونوا لطاحوا في المسيره او انهم ضمن الاطارات. اليوم كيطالبوا، كيدفعوا ملفات، كيقصدوا قصر العماله، قصر بلديه، ولا من مجيب ولا من استجابه، وكذلك كيرفعوا الضم ديالهم الحلف ديالهم. هاد الشان الاخير ديال المبادره الوطنيه، ديال هاد المشاريع، ديال الاوراش الكبرى بالمدينه، اخرها الميناء المعدني اللي كانوا وعود وانه من ان يكون ورش واعد غادي يدخل واحد 12000 ويوفر 12000 منصب شغل. كنعرفوا دائما كتكون محاباه تتناهى الينا انه المحسوبيه الزبونيه الرشوه، على اساس ان هاد الناس هادو كيجيو يستافدوا ناس خارج المدينه. ماشي حنا ضد الناس خارج المدينه، ولكن اسوه بباقي المدن، مدينه اسفي يكون على حظها، يكون واحد التفاته اجتماعيه لهاد المقورين هادو المهموشون. وتحيه. Hey!
نعيشوا سبحانه. لا عيشة عيشة مقهورة. رئيس جمعية شباب أسي المعطل، حنا درنا هذه الوقفة احتجاجية على قبل هذه مسيرة احتجاجية شعبية على حساب المعطلين، على حساب هذه المدينة اللي هي مهمشة، الشباب ديالها ما خدامش. عينا ما نطرقوا الأبواب، عينا ما نحاولوا نطرقوا الابواب ديال الناس المسؤولين اللي عندهم شان بهذه المساله ديال البطاله، ولكن للاسف كاع الابواب ما موصاده، ما كاينش تجاوب، ما كاينش اهتمام. هذا الشيء اللي خلانا حنايا نخرجوا اليوم للشارع ونحتجوا حقنا الدستوري. والحمد لله ما كتشوفي الشباب راه عندو اجازات، عندو شواهد مختلفه. كيمشي اللوزين ما كيلقاو لا خدمه لا والو، الناس ما كاين كيخدموا غير شي وحدين. الناس هنا كيعانوا من التلوث، وكيلقى واحد هنا خدام من بلايص اخرين، يعني بلا ما كاينش واحد تكافؤ الفرص. هذا الشيء السي محتاج لواحد الديناميه ديال التشغيل، محتاج يشغل الشباب، محتاج تنميه، محتاج يهتم بالشباب اللي بيطالي. يعني خاص لي يهضر مع هاد الشباب، يحاول يلقى لهم فرص ديال التشغيل، فرص ديال فين ينموا داسهم. سواء بالسياسات الحكوميه على صعيد الدوله او السياسات المحليه على مده دازوا على مدينه اسفي ما يفوق 5 ولايات وعمان، ولكن التهميش ما زال هو كي لدرجه ان من هاد المعطلين والمعطلات عاش لدرجه انه واكب الخطره ديال 3 ولايات والعمان، ولحد الان ما جناش شي حاجه وما كسبش شي حاجه. اغلب المعطلين اللي فاتوا تجاوزوا 40 و50، وفي الاخير تخرج علينا الدوله المغربيه ومن مدينه اسفي في اطار ورش يعتبر ورش اقصائي ورش تهميشي ديال المبادره الوطنيه. وعباد الله كيحددوا في سن ما بين 18 عام و34 سنه، بمعنى ان اللي فوق 34 سنه كيعطوا شهاده وفاه قبل الاوان، او لانها الدوله هذه عندنا المغربيه شاب ولا شابه في 18 سنه اللي هو كنظلموا في المستوى ديال الباص، انه اولى ان الدوله توجد لي تكاوين دري توجيه انها تخدمه توجد لي شركات، ماشي من الاول كتلوحوا ثقافات سير دري تريبورتر سير دري هوندا. تريبورتر هوندا عمر ما كانوا عيب، ولكن حقنا الدستوري وحقنا الاجتماعي اننا نطالبوا في هذه الدوله المغربيه بحقنا للشغل. كنناضوا على الجميع اننا نخرب معنا هذا التكتل، هذا في الجميع مجاز وغير مجاز على اختلاف الشواهد التقنيه والتعليميه والاكاديميه. على ميناء المعدني الجديد، وكيقولوا انه عندنا وعود وانه يقدر يكون فيه ما يناهز 12000 منصب شغل. عباد الله راه فينا هي 12000 منصب شغل، راه ما فيهاش 40 منصب شغل.